ايه ده؟ اختك جلسة اوي اوي. هجيبها. ريح ريح. مفيش حاجة بحرف الريح. لقيت. رغم السكات اللي ساكن كلامنا، رعشة ايديك لحظة سلامنا، رغم انهزامنا وانقسامنا، هيفضل هوايا في عشقك يطوف لو بس قرب، هتقدر تشوف. كل مرة اخد لقربك خطاوي، كم مرة صوتي يعلي الغناوي، كل ما اجيلك مغامر وناوي، الاقيني برجع لقبل الوصول، واقول بس بس سين سين. يلا انت. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي وعمري. في إيه؟ ما بحبش الأغنية دي الصراحة. ولا أنا. بتفكرني بطابور المدرسة الصبح يوم عيد الأم، أسوأ يوم بيعدي عليا في السنة. كان بابا بياخدنا محل الهدايا اللي جنبنا هنا عشان نجيب هدايا للمدرسات بتاعتنا، نديها لهم تاني يوم الصبح في المدرسة. نبقى واقفين في المحلات، كل العيال اللي قدنا مع باباهم ومامتهم بيجيبوا هدايا للمدرسين، واحنا واقفين محتاسين مع بابا مش عارفين نجيب ايه. كل الناس ماشية بورد، واحنا رايحين جايين كمية الورد دي. يا جت على الورد، كل الأفلام اللي في القنوات وكل الأغاني اللي في الراديو، تحسي كده إنك محاصرة. مفيش سنة بتعدي ومعيطش في اليوم ده. بس للأسف بقى ست الحبايب مشيت وسابتنا، كنا محتاجينها قوي. يا جماعة في إيه؟ هتقلبوها دراما ولا ايه؟ مفيش حاجة. انا اسفة بجد يا طاهر، ما كنتش اعرف. هي طنط ماتت ازاي؟ وهي بتولد مصطفى ازاي؟ كمان ما اتكلمش في الموضوع ده. هو قضاء وقدر ولا غلطة الدكتور؟ غلطة الدكتور، ربنا ياخده. كده مراد يزعل. هو مش ده الدكتور جاركو؟ بابا لينا وابو محسن؟ لا ده انت فعلا ما شفتيش تربيه بقى. انت اللي قليل الادب. ايه اللي بتقوليه ده؟ لا اسكتي خالص. هو ايه اللي اسكتي؟ هو اللي قال ادبه الاول، وبعدين انا بتكلم عادي. بتتكلمي عادي برضه بتاعت السنتر وخالد الشمال؟ ايه ده، في ايه؟ اطلعي على فوق يا ليلى. هي مين ليلى اللي بتتكلمي عليها دي معلش؟ حبيبه مراد. الكلام ده حقيقي؟ وانت مالك اصلا؟ حياه امك لزعلك. احترم نفسك ورد عليا. الكلام ده حقيقي؟ انت مالك اصلا؟ الكلام ده صح ولا لا؟ بعدين بقى نتكلم يا طه. وانت خليت فيها بعدين؟ بتشتغلنا وتقول بعدين؟ ازاي يعني يا مراد؟ هو ايه ده اللي ازاي؟ وانتوا مالكوا اساسا؟ لا مالنا ونص. ممكن تسكت دلوقتي؟ والله العظيم نفضحك. على فكره كل اللي بيقولوا كده. انت تعرف البيت دي من امتى؟ بقول لك يا طاهر مالكش فيه. تحب تشربي حاجه؟ ممكن. الحق يا بابا لو بيتخانقون. هو مين ده اللي مالكش فيه؟ ما مين ده اللي مالكش فيه؟ يا مخيم يا ابو بس بس انت الاثنين يلا بس انتوا الاثنين يا ابني سيبه يا جماعه سيبه يا ابني سيبه في ايه بس اهو بس 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 في ايه فهمني في ايه حد رد عليا الاستاذ بيشتغلنا الاخ مصاحب بنت سالم سالم مين اللي موت امي بطل يا ابني افهم بقى الكلام ده صحيح وين المشكلة يا بابا؟ طب اتفضل اطلع اوضتك وبعدين نتكلم. أنا مش هتكلم بعدين، أنا حر واعمل اللي أنا عايزه. اطلع اوضتك. بنتك ماشية مع الواد الشمال ابن صاحب السنتر. أنت مش متربي. كذاب يا ماما. دي تخلصي خالص. يلا، كل واحد على اوضته، يلا. يلا كلكم. اطلعوا. مش طبيعي اللي حصل ده. انا كنت متوقع اصلا.
كنت متوقع ان هما يسيبوا بعض؟ مش بالسرعه دي، بس كنت متوقع. وبنيت توقعاتك دي بقى على اساس ايه؟ هو بابا وطنط عرفوا بعض امتى وفين وازاي؟ ده يعرفوا بعض امتى اصلا؟ فطبيعي مع اول مشكله هيبعدوا. علاقه هشه. ايوه يا طاهر، بس انت علاقتك بنادى مثلا بقالها سنين، يعني المفروض انت فاهمها وهي فاهماك وعارفين بعض كويس. مع ذلك لما المشكله حصلت انت اكتشفت ان العلاقه هشه. ما تزعلش مني. لا ازعل ايه بقى؟ مش بزعل من حاجه. قولي انت ايه رايك في اللي مراد وليلى عملوه ده؟ الاتنين كدابين، بس ليلى كدابه اكتر. على فكره مراد ما دخلش الاوضه، انا كنت صاحي من غير ما تقول. انا عارفه. هو السؤال هنا هي ليه عملت كده اصلا؟ هي ما كانتش مرتاحه عندكم. مين كان مرتاح يا هند؟ الوضع ما كانش كويس يعني. يلا الحمد لله، اللي كلنا كنا عايزينه حصل. على رايك شويه هينسوا اذا كان بابا ولا طنط. ممكن، بس انت مش مستغرب حاجه؟ ايه يعني اللي انت كلمتني واني رديت وان احنا اتقابلنا وخلاص احنا المفروض ما نتقابلش، اللي احنا عايزينه حصل، الجوازه اتفركشت. يعني احنا علاقتنا علاقه صحاب يعني، وعلاقه الصحوبيه دي بتدوم اكتر من اي علاقه تانية. بس هي ماما لو عرفت ان احنا بنتقابل هي مش هتستوعب اساسا. والله ولا بابا صدقيني. استاذنك اخد التليفون ده. يوسف عامل ايه؟ اخبارك؟ هند ماشي هبعت لك رقمها. اوكي ماشي، يلا قبلك بالليل. باي باي. سلام. هو عايز رقمي ليه؟ اكيد عشان الفكره اللي انت قلتها له. ما طالما دخلت في دماغه يبقى ينفذها. ايه ده؟ هو ايه اللي جاب اروى هنا؟ اروى؟ انا لو اللي في دماغي صح يبقى ضحك. بس ايه اللي في دماغك؟ علي قبل ما انزل كان بيغير هدومه عشان رايح مشوار، فبيسالني ما تعرفش الكافيه بقى كويس وبتاع، فقلت له على الكافيه ده. وبعدين سالته انت محتاج كافيه؟ فقال لي بسال في العموم. فلو اللي في دماغي يا هند. ايوه، ايه اللي هيخلي علي يقابل اروى؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهمه حاجه. ايه الحوار ده؟ ازيك؟ تعالي اقعدي. الأخبار؟ كله تمام، أنتِ عاملة إيه؟ الحمد لله تمام. أنا مش مصدق. أبويا وأمك لو شافوا المنظر ده أقسم بالله هيتشلوا. أنا مش مصدقها. بقول لك إيه؟ تعالي تعالي قومي. تعالي أنتِ أبويا ده. واحدة واحدة بقى. ألو. مفاجأة؟ إيه ده؟ بتعملوا ايه هنا؟ بتعملي ايه؟ اهلا اهلا اهلا. ايه الحوار ده؟ ولما مراد سأل عليه طلع الواد مش مظبوط يا نادي. مش مظبوط ازاي؟ بيعرف بنات كتير من اللي بيروحوا السنتر وعامل معاهم مشاكل، وفي بنت منهم اتجوزها عرفي وابوه اللي لم الموضوع. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ومراد عارف منين؟ من واحد صاحبه ساكن جنب السنتر. وهو ليه يسأل اصلا؟ ده اللي فارق معاك يا ناديه. رد عليا، مراد سأل عنه ليه؟ عشان شافها معاه هي وصاحبتها. ولو افترضنا انه شافها معاه لوحدها، مراد عمل كده ليه؟ يا ناديه شافها معاه في العربيه، اخته قلق عليها. اخته يطلع لها اوضتها في نص الليل ليه؟ مراد ما عملش كده، الباب كان مفتوح. يا ناديه عليها انت اعمل كده ليه؟ وهي هتتبلى عليه ليه؟ ابنك بيكذب يا حسن. مراد ما بيكذبش. ده على اساس ايه؟ ما هو مصاحب البنت ومخبي عليك انت وعلى اخواته، دلوقتي بقى مراد ما بيكدبش؟ يكدب عشان بيحب لكن ما يأذيش حد، انا ولادي مش كده. يعني انا لبناتي كده؟ اكيد ده مش قصدي يا نادية. امال قصدك ايه يا حسن؟ حسن انت ولادك كدابين. امال علي عمل ايه؟ ومراد عمل ايه؟ مع ان ما كانش باين عليهم. هما بقى ولادي دلوقتي؟ مش كانوا ولادنا؟ انا بناتي خط احمر يا حسن. انت جاي تقول لي ان بنتي بصاحبه واحد وبتركب معاه العربيه وماشيه معاه وبتكذب عليا وبتتبلى على ابنك وعاوزني اسكت؟ بنتك عاوزه تمشي من هنا باي شكل،
بسبب بقى مراد شافها ولا بسبب حاجة تانية، ده اللي لازم نناقشه. اديني أمارة واحدة تخليني أصدق ابنك الكذاب. أنا مصدقه. ما تفرقش معايا. أمال يفرق معاك إيه يا نادية؟ اللي شفته واللي حصل. أنت بتزعقي ليه؟ عشان أنت مستفز. أنت اللي مش عاوزة تسمعي يا نادية. لما تقول كلام عادل كل اللي بتقوله هبل. خلي بالك من كلامك يا نادية. لما تقول كلام موزون أبقى خلي بالي من كلامي. أنا بقول لك الحقيقة. أنت بقى عاوزة تفيني راسك في الرمل، ده موضوع تاني. بنتك ماشية مع الولد. اسكت خالص يا حسن. وما تجيبش سيرة بنتي على لسانك. ولحد كده وكفاية. يعني إيه كفاية؟ افهمها زي ما تفهمها. لا أفهمها. يعني خلاص دي اخرها يا حسن، وانا قلت لك من الاول ان بناتي خط احمر. يا ناديه سيب ايدي من فضلك. انت بتسيبيني يا ناديه؟ ولو هسيب عمري كله عشان خاطر بناتي انا هعمل كده. طلقني. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.